نظام الصواريخ التركي الأطول مدى. تركيا تعتزم اختبار صواريخ باليستية بعيدة المدى في البحر الأسود. من المقرر أن تجري شركة روكتسان التركية في وقت قصير جداً اختبار الرشقة الثانية من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى تايفون والرشقة الأولى من الصواريخ بعيدة المدى جانك. ووفقاً للأخبار الخاصة التي حصلنا عليها، سيتم تنفيذ الاختبارات لأول مرة في تاريخ جمهورية تركيا في البحر الأسود. حالياً يعرف الصاروخ الأطول مدى في مخزون القوات المسلحة التركية باسم بورا الباليستي بمدى يصل إلى 280 كيلومتراً، لكن على الطرف الآخر يمتلك صاروخ تايفون الذي تم إجراء اختباره الأول قبل عدة أشهر أكثر من ضعف مدى بورا. كما سيكون الصاروخ الباليستي جينك الذي ستتوج أنشطته التطويرية بأول اختبار إطلاق هذا العام هو الصاروخ الباليستي الأطول مداً لتركيا حتى الآن. تم تطوير محركات الصواريخ والوقود، وهي أهم مكونات الصواريخ الباليستية بالكامل، بواسطة مهندسي روكتسان بوسائل وطنية. وبفضل خبرتها تستطيع روكتسان تطوير ذخيرة بمثل هذا المدى الطويل دون أن تكون عالقة في نظام التحكم في تقنيات الصواريخ MTCR. تايفون صاروخ باليستي تكتيكي يتراوح مداه بين 500 و1000 كيلومتر، وتعتبر أول صواريخ باليستية قصيرة المدى في تركيا. وهكذا فإن القوات المسلحة التركية التي عرفت بامتلاكها الصواريخ الباليستية التكتيكية منذ التسعينات باتت تصعد إلى فئة أعلى في هذا المجال لأول مرة عبر صواريخ جانك التي سيتجاوز مداها 1000 كيلومتر.